نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، من بينها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقبل المهندس شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وده في إطار متابعة عدد من مشروعات وملفات العمل التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار القاهرة الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وأجرى الزعيمان لقاء ثنائي أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين. وفي هذا السياق أكدا على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لا سيما في ظل التهديدات اللي بتواجه المنطقة. كمان شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، وتباحث الزعيمان حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا. وشهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إطار متابعة عدد من مشروعات وملفات العمل اللي بتنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية. خلال اللقاء شرح وزير الإسكان آليات طرح وإتاحة قطع الأراضي بالمدن الجديدة سواء للأنشطة الخدمية أو العمرانية، وأوضح الوزير في هذا الصدد آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالجنيه المصري، حيث يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالأنشطة العمرانية ما عدا الصناعية والورش على بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 ل 15 كل شهر للشركات المصرية، وبتتقدم الشركات بطلباتها على الفرص مع إرفاق المستندات الكاملة المطلوبة على الموقع، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إحالة جميع الطلبات إلكترونياً للجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبيتم الاعتماد فنياً ومالياً وقانونياً وعقارياً على أن يتم إجراء جلسات مفضلة في حال وجود أكثر من عرض على نفس القطعة، ثم يتم عقب ذلك اختيار الشركة الفائزة واستكمال الإجراءات والعرض على مجلس إدارة الهيئة. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية وما يتم تنفيذه منها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور كل من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس محمود رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بما يسهم في سرعة دخولها الخدمة، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه المشروعات، خاصة مشروعات الصرف الصحي في القرى المصرية. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لتعاقد وزارة الزراعة مع شركات للعمل كوسيط للإعلان على طرح أراضي زراعية واستصلاح للبيع، وأن تلك الشركات ما هي إلا كيانات وهمية وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، كما أن الإعلانات الخاصة بتلك الشركات مزيفة. وشددت على أن أي عمليات طرح لمساحات من الأراضي الزراعية أو أراضي الاستصلاح للبيع بتتم عبر إجراءات قانونية رسمية أو عن طريق المزايدات العلنية اللي بيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة. وحذرت المواطنين من التعامل مع الكيانات الوهمية اللي بتستهدف استغلالهم مادياً، وهيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك انطلاق فعاليات التدريب المشترك ميدوزا 13 بدولة اليونان اللي بيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية وكل من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب. بيتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات، وأيضاً تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية، بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راقي في مختلف التخصصات.